مجموعة مشهدان لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية معرض ذهب إكسبو بدورته الأولى على أرض مدينة المعارض الدولية بدمشق، وذلك برعاية وزارة الصناعة وحضور محافظ دمشق وكوكب من فعاليات الاقتصاد والتجارة والدعم. كثافة كبيرة للمنتجات والتنوع الموجود والانتشار الموجود لهذه الصناعات، كما ذكرنا هي فرصة جيدة للأخوة الزائرين من خارج سوريا للتعرف على المنتج السوري، للتعرف على آخر ما توصلت إليه الصناعة في سوريا وتطور هذه الصناعة على مدار عقود. لقد حافظت الصناعة السورية على جودتها وحافظت على أرقها، هذا يدل فإنه يدل على الدعم الحكومي المتواصل لهذه الصناعة وللصناعيين وتأمين كل مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى دعم التصدير لهذه المنتجات. نحن حبينا تكون بداية العام 2024 بشيء بالفعل هو جديد، كاسم جديد، كمعرض جديد، كتخصص لمجموعة مشهداني هو جديد، وايضا الروح اللي عم نشتغل فيها والمفهوم اللي عم نشتغل فيه بمجال المعارض حتى على مستوى معارضنا الخاصه هو جديد. نحن اليوم اطلقنا الدور الاولى من معرض ذهب اكسبو، ذهب اكسبو المتخصص بالاحذيه والالبسه والجلديات، اللي والحمد لله حتى الجديد على مستوانا مجموعه مشهداني لاول مره معرض ينظم بصالتين ب 110 مشاركين. نحن معارضنا تخصصيه بحت، وبالعاده المعارض التخصصيه قاعه بتكون زياده عليها، لكن نحن اليوم الحمد لله بقاعتين، والرؤيه للمستقبل انه نوصل لاربع وخمس قاعات بتخصص الاحذيه والجلديات بالاضافه للالبسه اللي موجوده بهذا المعرض. معرض تم العمل عليه بروح جديده، بفكر جديد، حتى بطريقه عرض الهويه البصريه باستخدام التقنيات الحديثه، بالحملات الإعلامية والإعلانية اللي تم العمل عليها خارجيا بشكل كثير كبير، وهذا اللي أسهم بذكر اسم المعرض خارجيا بين جميع التجار والصناعين وحتى أصحاب القرار ببعض المؤسسات الاقتصادية، أنه شو عم يصير بسوريا، عم يصير بسوريا صياغة ذهب، ذهب إكسبو. ممكن انه مثلا يختصر بعض المعارض، مثلا ممكن ما عاد نشوف سيلا، ما عاد نشوف معارض معينه بما انه صار في ذهب اليوم. معرض ذهب لا يغني عن اي معرض، كل معرض من المعارض اللي موجوده بالبلد له اسمه، له سمعته، له هويته، له كيانه. انا ما بعتقد انه في معرض يلغي معرض، لكن بالعكس ممكن وجود معرض ذهب اكسبو يساعد ب تطوير المعارض الأخرى. اليوم المنافسة هي منافسة إيجابية، هي حالة صحية المنافسة. أنا اليوم لما بعرف منافسي قوي أنا بحاول أكون أقوى منه، وبالتالي هو لما يشوفني أيضا قوي بحاول يكون أقوى مني، وبالتالي هذا كله راح ينعكس على السوق بشكل عام، على الاقتصاد، على المنتج، على الصناعي، ليحقق فائدة للجميع إن شاء الله. فأنا لا، ما بقول أنه معرض ذهب يلغي أي معرض تخصصي منافس آخر. ممكن مجموعة مشهداني تنافس نفسها؟ ايه جدا جدا. يعني هلا نحن حتى بمعارضنا الخاصه البعض عم يقول انه هذا الابن المدلل لمجموعه مشهداني، لا، بنجيب معرض اخر بيكون اقوى من هذا المعرض. فنحاول نحن بكل معرض ما بيكون هو نسخه عن المعرض اللي قبله، اذا كان من نفس التخصص او تخصصات اخر، دائما بنحاول نسبق انفسنا بالمرات الجايه. مسموح المنافسه بين المعارض ضمن المجموعه؟ طبعا، بكل تاكيد، بكل تاكيد. على عيني، على عيني. اهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا. ذهب إكسبو خلينا نقول لم الشمل، مثل ما لكم شايفين 112 شركة حقيقية وكبيرة ومؤثرة بالصناعات الجلدية والألبسة شاركت بمساحات لا تقل عن 3500 متر مربع بداخل صالتين كبار كاملين، صالة 25 وصالة 1. حقيقة المشاركات مثل ما لكم شايفين، ما في مكان بكل الصالات، ما في حتى ستند، إذا حدا إجا حدا هلأ كله موجودين من حلب ودمشق والساحل السوري وحماه
بكبار الشركات الصناعيين والحرفيين. الهدف من ذهب اكسبو؟ ذهب اكسبو الهدف الاساسي هو جمع صناع الذهب اللي هنين هالناس اللي تعبت طول هالعمر وطول هالسنين، وده هدفه انه يصحح مسار بمجموعه مشهداني اثرت على هذا الشيء وجمعت هي الناس كلياتها باحترافيتها فعلا. ومنحييهم ومنحيي الاستاذ خلف ونتشكره على تعبه، وهذا المعرض ان شاء الله حيكون ناجح للداخلي وللخارجي، وفي زوار عرب وفي معنا مشاركتين من عمان من الامارات. كتير سعيدين بمشاركتنا بالمعرض. مشاركتنا بتتزامن مع اتفاق مع شركة أخرى بعمان اللي هي بوابة حلول الأعمال لدعم مشروع جديد يدعى بسوريا مول. سوريا مول مساحة لاستقطاب المنتج والصناعي السوري لعرض منتجاته بسلطنة عمان والمساعدة والدعم في فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية. أنا الدكتور محمد عرابي، مستثمر سوري في سلطنة عمان. طبعاً إحنا آخر استثماراتنا أو بالأحرى حالياً يعني آخر التطورات باستثماراتنا طبعاً سوريا مول. سوريا مول حالياً طبعاً بيضم 100 شركة سورية. نحن حبينا نعمل هالمشروع هذا لنحن نخدم فيه الصناعات السورية والمنتجات السورية، لنعمل له نافذة على العالم يقدروا من خلالها اللي هن يسووا منتجاتهم بشكل جيد، وبنفس الوقت نعمل عجلة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نحن نوفر لهم كل الإمكانيات واللوجستيات اللي تخدمون من إجراءات السجلات التجارية للبطاقات الإقامة، بالإضافة إلى أوراق غرف التجارة وما يخص الجمارك والأمور الضريبية والأمور هي كلياتها. فيما يتعلق في موضوع الترتيبات اللي عملناها للمول، عملنا متجر إلكتروني خاص بالمول نظام يعني بحيث البيع يكون على مدار الساعة 24 أور بأنظمة الآي أو إس والأندرويد، بالإضافة إلى نحن كمان عملنا تجهيزات لوجستية كتير كبيرة بالنسبة للسوشيال ميديا بحيث يكون التسويق إعلامي بشكل جيد ومحترم، بالإضافة إلى نحن حاولنا نقدم لهم خدمات لوجستية مثل الشحن وغيره، بالإضافة إلى نحن حاولنا إن شاء الله وتعالى أن يكون نواة المول نواة أن يكون نافذة للشركات السورية لدول الخليج بالإضافة إلى دول العالم. نحن كمان إن شاء الله هذا المول حيكون نواة رئيسية بحيث يكون لعدة إن شاء الله وتعالى مشاريع قادمة بإذن الله. ونحن طبعا نحن شاركنا بذهب إكسبو حاليا مع شركة المشهداني بحيث نحكم كون نحن حاليا في أكثر من 100 شركة مشاركة بحيث نحن نقدر نقدم خدماتنا للشركات السورية المشاركة. نتشكركم وأهلا وسهلا بحضرتك. تطبيق أبشر هو دليلك بإيدك، دليلك بإيدك، بتعرفي دليل يعني إمكانية وصول، مندل على شيء، منسهل معلومة، منسهل مكان. نحن ضمن هذا التطبيق حبينا يعني نغطي كل هالأمور، عملنا تغطية شاملة. يعني هو الدليل هو عبارة عن دليل خدمي تجاري بيشمل كل محلات الشام من صغيرة لكبيرة، تجارية وخدمية، يعني من الدكتور للمحامي للصيدلي للمهندس للمطاعم للمحلات التجارية، الألبسة، المصلحين، محلات الخضرة، أي شيء بيخطر ببالك ضمن الشام. يعني عم نحاول ضمن هذا التطبيق نعمل نقل من الواقع، مواقع دمشق وريفا وبعدين سوريا كلها إن شاء الله، من أرض الواقع نساويها على الخريطة الإلكترونية أو على ضمن هذا التطبيق. بأساس أي واحد فينا أو أي مستخدم أو أي تاجر أو ممكن يعمل بحث ضمن هذا التطبيق للخدمة اللي بده إياها وللشيء اللي عم يفكر فيه ويوصل له. طبعا هاي المشاركة يعني احنا مشاركتنا ضمن ذهب اكسبو
واي معرض ثاني. وبتعرفي هي طبعا ذهب اكسبو اسم ان شاء الله حيكون شيء كثير كبير لانه هي اول مره للمعرض. خلي العالم تتعرف علينا، نتعرف على العالم، نوصل فكره التطبيق، نوصل فكره الخدمه اللي عم نشتغلها، وان شاء الله يا رب حيصير بشراكه مع كل الفعاليات وكل المحلات. مشاركه مع هدفها هي تلاقي مع الزبون بشكل مباشر حتى يشوف المنتج بشكل مباشر. حتى كمان ذهب اكسبو هو بدورته الاولى، شو الشيء اللي شفته مختلف فيه عن مثلا اي معارض اخرى شاركت فيها؟ طبعا هي مي اول معرض لنا مع استاذ خلف مشهداني، مجموعه مشهداني للصناعات. هي المشاركه السابعه او الثامنه معه بشكل عام، بس كمسمى ذهب اكسبو هي اول مشاركه لنا معه. طبعا يمتاز استاذ خلف او شركه مشهداني بتنظيم المعارض بشكل جيد جدا. عملنا نحن بالشنات الحقائب الصناعية يدوية جل الطبيعي بتعبر عن تراثنا، وفي منخليها دائما متجددة بتواكب الموضة والعصر والمحافظة على التراث الدمشقي القديم. الهدف من المشاركة بذهب اكسبو تسويق للمنتجات السورية لتصل قدر الامكان لكل دول العالم والتجار العرب المشاركين، ونحن بنفتخر ببضاعتنا وشغلنا رغم الحصار والأزمة الاقتصادية عم نحاول نطلع منها قدر الإمكان.